يرحمك يا نعم، يا أميرة، يا بنت الناس. مشهد ظل عالقا في قلوب الكثيرين لوفاة نعمة التي جسدتها الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل حديث الصباح والمساء. وأثار خبر رحيل الفنانة دلال عبد العزيز الحزن في قلوب محبيها، واستعادوا مشهد وفاتها من المسلسل الشهير من جديد. في هذا المشهد تجلس عبلة كامل بجانب دلال عبد العزيز تنعيها بكلمات مؤثرة للصداقة القوية التي تجمع الثنائي، ويعتبر هذا المشهد من أقوى المشاهد في المسلسل ولا يزال عالقا في قلوب وعقول محبيها. وتوفيت دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. وأعلن الخبر الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي دلال عبد العزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له. يذكر ان دلال عبد العزيز اصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر ابريل الماضي، وتم نقلها الى المستشفى بعد اسبوعين، حيث تلقت العلاج بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي.